الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. درس الجديد الفصل السادس، صحيح السادس، الفصل السادس من المرحلة الرابعة، معنى أو معاني الإمكان. جلس عدة معاني الإمكان التي مر معنا بيانها سابقا فيما يخص أيضا ماذا الفلسفة أو غيرها. يذكر عدة معاني يبينها، نحن هنا أيضا ماذا نذكرها ونبينها بحسب أيضا ما يقتضي الحال. المعنى الأول هو يقول الإمكان الخاص هنا أو الخاص، المعنى الأول الإمكان الخاص. الإمكان الخاص مما سبق صار واضح عندنا بحسب ماذا؟ بحسب أي شيء، المواد الثلاثة. الإمكان الخاص هو أحد ماذا؟ المواد الثلاثة. يعني نقول عبارة عن سلب الضرورتين، ضرورة ضرورة الضرورة العامة الآن بغض النظر عن وجود وغيره، ضرورة ثبوت المحمول للموضوع وضرورة سلب المحمول عن الموضوع. أي لا يجب ثبوته ولا يمتنع ثبوته، ثبوت المحمول، هذا بشكل عام. فيما يخص الفلسفة طبعا مثال هنا الإنسان مثلا كاتب بالإمكان هذا الكتابة ليست ضرورية الثبوت وليست ضرورية الامتناع. وهنا نقول هكذا، وهنا في الفلسفة ألان علاقة بالوجود والعدم، يعني سلب الضرورتين يعني السلب بمعنى سلب ضرورة الوجود وضرورة العدم في آن واحد. كالماهيات الممكنة التي لا تقتضي بذاتها بالحمل الأول لا وجودا ولا عدما، وهذا لا ينافي أن تكون إحدى الضرورتين ثابتة لها في الحمل الشائع. هو زي قبل الوجود هو ماذا؟ معلوم. الإنسان قبل وجوده ومعلوم، والإنسان وزيد ماذا موجود مثلا بعد وجوده بحسب الحمل الشائع، لكن نحن نقول بحسب كمفهوم وبالحمل الأول يعني محمل مفاهيم كمفهوم. الماهية ماذا؟ ماهية يعني لا تقتضي وجودا ولا عدما، والماهية بالحمل الشائع ليست ماهية بمعنى أنها ماذا توجد، يعني لم يبقى ذلك من ذاتها بحمل الوجود عليه.
فإذا وجدت ماذا يحمل عليها الوجود بالضرورة كما مر معنا الضرورة من جهة ماذا؟ من جهة العلم، وعندنا ضرورة أخرى من جهة بعد لاحق لها بشرط محمول. هذا هو الإمكان الخاص. ثم يأتي إلى الإمكان الثاني بحسب الترتيب، ويقوم هنا الإمكان العام، وهذا أيضا مر بيانه، الذي هو عبارة عن سلب الضرورة عن الطرف المخالف، سلب إحدى الضرورتين، إما ضرورة الثبوت أو ضرورة السلب. وفي الفلسفة سلب ضرورة الوجود أو سلب ضرورة العدم. ومن هذا يتضح أنه على قسمين، ألف أو على نحوين، ألف سلب ضرورة العدم نحو الله ممكن الوجود بالإمكان العام، يعني ماذا؟ هل نطبق هذا عن طرف المخالف؟ ما هو هنا المخالف للوجود؟ سلب ضرورة العدم، يعني ماذا؟ سلب الامتناع عن الذات، سلب الامتناع عن الذات أعم من ثبوت الضرورة الموافقة وعدمها. جاي أول شيء سلب ضرورة العدم، يعني عندما أقول الله بالوجود وجود، سلب ضرورة عن طرف المخالف للوجود ما هو؟ سلب ضرورة العدم، إذن عدمه ليس ضروريا. هل أنا نأتي إلى الطرف الموافق ما هو؟ الوجود. عندنا وجود بالإمكان الخاص يعني ذاتي سلب ضرورتين، أو بالإمكان أو وجود بالضرورة. أنا أقول هنا أعم ثبوت الضرورة الموافقة، الضرورة الموافقة ضرورة الوجود، وعدمها عدم ثبوت الضرورة الموافقة يعني سلب الضرورة الموافقة أيضا، يعني بالإضافة إلى أنك سلبت الضرورة المخالفة قد تسلب الضرورة الموافقة ضرورة الوجود. يعني إما أن تسلب الآن بغض النظر نسب ضرورة العدم التي هي ضرورة مخالفة للوجود. ثم عندنا يبقى مسألة، يبقى عندنا ضرورة الوجود وإمكان الوجود، يعني سلب الضرورتين. هل معنى الإمكان العام أن تأتي أيضا تسلب الضرورة الموافقة أو لا؟ ضرورة الموافقة هي ضرورة الوجود، يعني تسلب بالإضافة ضرورة العدم تسلب ضرورة الوجود حتى يكون ممكنا بالذات، أو لا يبقى ضرورية الوجود لا بمعنى ماذا سلب الضرورتين أعم من ذلك بغض النظر عن ماذا هذه المسألة.
لا نريد الآن أن نقول أن الضرورة الثانية ثابتة أو ليست بثابتة، مسلوبة أو ليست مسلوبة، المهم سلب إحدى الضرورتين. الضرورة المخالفة بغض النظر عن سلب الضرورة الأخرى وعدم سلبها أو ثبوتها أو عدم ثبوتها، يمكن أن تعبر بتعابير أخرى مثلا، يمكن أن نقول ماذا؟ بغض النظر عن سلب الضرورة الثانية وعدمه أيضا. بهذه العبارة النفسية بهذا المعنى تقول ماذا؟ بغض النظر أي أيضا نصيغ هذه العبارة أخرى حتى أيضا ينتظر أي بغض وصرف النظر عن سلب الضرورة الموافقة وعدم وعدمه وعدم السلب عن عدم سلب الضرورة الموافقة. الضرورة الموافقة هنا ماذا؟ ضرورة الوجود. نحن لا نريد الآن نثبت هذا، فقط نريد ماذا من جهتي أن الامتناع ليس ضروريا، الامتناع ليس ضروريا له لذاته. هذا مثال، مثال آخر أيضا بينا سابقا، الإنسان ممكن الوجود أيضا بالإمكان نفس الكلام، هنا نفس الكلام، يعني ماذا؟ أن سلب ضرورة العدم، سلب ضرورة السلب، سلب ضرورة العدم، سلب الامتناع، سلب الامتناع يعني هل هو الإنسان في ذاته هو ممتنع الوجود؟ نقول لا. الآن بغض النظر عن كون نسلب الضرورة الأخرى وإن كان في ذاته مسلوبة، بغض النظر عن سلب الضرورة الأخرى وعدم سلبها، هذا بالنسبة إلى سلب ضرورة العدم. ب سلب ضرورة الوجود نحو، طبعا قلنا هذا بحسب الفلسفة، ولا سلب ضرورة ثبوت المحمول للموضوع بالأعم، قلنا البحث المنطقي أعم من كون المحمول هو الوجود أو العدم. نحو شريك الباري ممكن العدم بالإمكان العام، طبعا عادة لا يقيد بالإمكان العام، فقط يقال بالإمكان، يعني أقول هنا بالإمكان العام هذا تجاوزا، وإلا هو هكذا يعبر، شريك الباري ممكن العدم بالإمكان، واضح عندما يقول ممكن العدم يريد هنا الإمكان العام وليس الإمكان الخاص، وهذا شريك الباري ممتنع بالذات. وهنا ماذا نسب؟ سلب ضرورة الوجود، أي أن الوجود ليس ضروريا له بغض النظر عن سلب الضرورة الموافقة، يعني ضرورة العدم الامتناع، بغض النظر عن سلب الضرورة الموافقة وعدمه، عدم سلب ضرورة الموافقة. ما لنا عمل الآن سواء، المهم ماذا؟ أن الوجود ليس ضروريا له، هذا المهم عندنا، بغض النظر عن كون هذا شريك البالي أيضا ممتنع نسب الضرورة الثانية أو لا نسب، يعني ممتنع نسبة الضرورة الثانية، ممتنع الوجود، ضرورة العدم ثابتة له أو ليست بثابتة، يعني نسب الضرورة الثانية فيكون بالإمكان الخاص، وبالتالي هذا أعم من الإمكان الخاص. أيضا مثال
الإنسان ممكن العدم بالإمكان الخاص. وهذا نفس المثال، هناك لاحظنا جهة سلب ضرورة العدم، وهنا سلب ضرورة الوجود. أيضا ماذا؟ نفس الكلام، الكلام هو الكلام في مثال السابق، سلب ضرورة الوجود فقط، بغض النظر عن سلب الضرورة الثانية أو ثبوت الضرورة الموافقة، يعني العدم ضروري له أو لا. العدم أيضا ماذا؟ نسب الضرورة الثانية، هذا لوحده هنا، واضح حي؟ هذا المثال هنا لاحظناه من جهة الضرورة الأخرى. ضرورة ماذا؟ سلب ضرورة الامتناع. هنا لاحظناه من جهة سلب ضرورة الإيجاب، يعني سلب ضرورة الوجود. عفوا يا أستاذ، ذكرت من كان بالإمكان الخاص، الإنسان ممكن. إيه بالإمكان، أحسنت. أطول مطبعي. هذا سبق سيف العدل. الإنسان إذن، وهذا بالنسبة إلى هذا المثال، يعني لا يشتبه أنه كيف هناك نقول ممكن الوجود ونقول ممكن العدم، ولا يوجد تنافي بينهما، لأن نحن لا نثبت هناك، لا هنا نريد أن ننفي الضرورة الثانية، ولا هنا نريد أن ننفي الضرورة الثانية الموافقة، يعني هنا لا نريد أن ننفي ضرورة العدم، وهنا طبعا هنا واضح إذا نفينا بعد ذلك ضرورة العدم، هنا نفينا ضرورة الوجود، صحيح؟ نفينا ضرورة العدم. إذا نفينا ضرورة الوجود يصبح ممكن بالذات، يعني الإمكان الخاص. وهنا أيضا بغض النظر عن تلك المسألة، هنا أقول فقط ننفي ضرورة الوجود بغض النظر عن ماذا؟ نفي ضرورة العدم. إذا نفينا ضرورة العدم بالإضافة إلى نفي هذه يصبح ماذا؟ يدخل هناك. نحن نريد فقط أن ندخلها هنا بالإمكان، بالمعنى العام، الإمكان العام. وهذا إلى الآن فقط توضيح لما أيضا مر معنا سابقا. الجديد في البحث، الإمكان الثالث، أدري ما هذه الإمكانات الفلسفة هكذا بعض. الإمكان الثالث، الله يمكننا، أه؟ الله يمكننا فيها شيء إمكاننا للكلام. أنت أجباري عندك واحد بلحظات متعددة كل هذه الإمكانات موجودة عندك. طيب الإمكان الآخر ويسميه الإمكان الخاص، أو في البعض سماه الإمكان الأخص. الإمكان الأخص، ما هو الإمكان الأخص؟ سلب كله سلب، سلب الضرورات الثلاث. ما هي الضرورات الثلاث؟ الذاتية والوصفية والوقتية. بيان ذلك، بيان ذلك، توضيح الضرورات الثلاث، وحد الضرورة الذاتية، الضرورة الذاتية يعني ماذا؟ ثبوت المحمول للموضوع لذات الموضوع، يعني أن ذات الموضوع تقتضي الحمل. يعني محمول ثابت الموضوع لذاته، مثل ماذا؟
الإنسان ناطق. الآن بالضرورة الناطقية التي هي الفصل ماذا؟ لا يوجد الإنسان يعني ماذا؟ ناطق. لا يمكن أن نكون ماذا؟ لا يقتضي ذلك. ناطقية بمعنى التفكير أو التعقل، لا يمكن أن يكون ذلك بضرورة. ذاته تقتضي ماذا؟ هذا الحمل، تقتضي المحمول. هذا قبسان، هذا بالنسبة إلى ضرورة ذاتية. الضرورة الوصفية الضرورة الوصفية ثبوت المحمول للموضوع ما دام الموضوع متصفا بصفة معينة نحو الماشي متحرك الأقدام ما دام بالضرورة. بالضرورة الآن هكذا بالضرورة طيب هنا نحن نقول حتى يتبين قيدنا هنا بالضرورة حتى تتبين الضرورة الوصفية ما هي. وبالضرورة الذاتية هناك بالضرورة ذات الموضوع تقتضي الناطقية. الآن الماشي متحرك الأقدام بالضرورة. الآن ذاتيا ذات الماشي هذه تقتضي المشي بحسب ما أخذ في المنطق. بالنسبة إلى المشي ماذا؟ هو من العرب خاص. جيد. إذا ليس ذاتيا. المحمول متحرك، متحرك الأقدام يعني ماذا؟ ليس ذاتيا بل هو عارض عارض معنى. ما هنا أنا أقول بالضرورة متحرك الأقدام يعني ماذا؟ متحرك الأقدام ما دام بهذه الصفة. الضرورة الوصفية يعني هنا الضرورة بمعنى ما دام أو ثبوت وضعنا بمعنى متحرك الأقدام ما دام يتصف بصفة المشي يعني ما دام الموضوع موجودا فالمحمول ماذا؟ محمول. هذه الضرورة الوصفية. إذا الضرورة ثبوت المحمول الموضوع ما دام الموضوع متصفا بصفته. إذا هذا الموضوع الذي هو المشي ذاته تصفت بصفته صفات ماذا؟ المشي. فالمحمول ما دام صفة المشي موجودة أنا توقف هل يسمى ماشيا؟ أو إذا لا يسمى ماشيا وبالتالي ليس متحركا يعني لا تستطيع أن تثبت تقول بعد توقف الحركة المشي هذه الصفة بعد لا تصدق عليه. بعد توقف هذه الصفة عن أن يتصف بها الموضوع لا تستطيع أن تحمل المحمول على الموضوع. هذا هو معنى ثبوت المحمول للموضوع ما دام الموضوع متصفا بهذه الصفة. ما دام الموضوع متصف بصفة المشي تحمل عليه، ما دام ليس متصفا لا تحمل عليه هذه. أما هنا طبعا هذا كل وضح أن سواء أنت وصفته بالمشي أو لم تصفه هذه الصفة أو هذا المحمول ثابت الموضوع سواء كان ماشيا أو لم يكن ماشيا، كاتبا أو ليس بكاتب. إذن ذاتيا ضرورة ذاتية. الضرورة الوقتية ثبوت المحمول للموضوع في وقت معين نعم
هذا تصور مثلا، تصور هناك عندنا موضوع يثبت لمحمول في وقت معين. الإنسان البصير بصير ما دام بصير بالضرورة. ها تقول لي ما الفرق بين هذه الضرورة وتلك الضرورة؟ فده أقول هذه أيضا ماذا صفته؟ البصير ما دام متصفا. لا، أنا الآن هنا لاحظت أحسن، لاحظت بالضرورة هنا لحال آخر. أول ما دام يعني نقول كما قلنا هنا بمعنى أنه بصير ما دام يفتح عينيه. بمجرد أن توقف عن فتح عينيه فهو لا يكون بصيرا بهذا المعنى، يعني موقت موقت بوقت معين. نفس هذا اللحاظ، الاختلاف هنا طبعا الاختلاف بين الأول والثاني، بين الأول والثاني والثالث واضح، بين الثاني والثالث هذا دقيق جدا، تقريبا متقاربان. لكن هنا لاحظنا الوصفية، هنا لاحظنا الوقتية. إذا لاحظت الاتصاف بالصفة أتقول المشي أيضا ماذا؟ مؤقت. نفس المشي إذا قلت أنه بلحاظ الوقت يكون ماذا؟ مؤقتا، مؤقت بلحاظ. أو ممكن أن نأخذ مثالا أوضح من هذا، خسوف والكسوف مثلا. القمر يتصف أو القمر منخسف ما دام واقعا بين الشمس والأرض مثلا، أو بين الأرض والشمس. إذا هذا بلحاظ ماذا؟ الوقت. الآن يريد بهذا الإمكان الأخص أو الإمكان الأخص، يقول هنا ننفي الضرورات الثلاث هذه. الإمكان الأخص هو نفي هذه الضرورات الثلاث نحو الإنسان كاتب إذا قيدنا هنا ماذا؟ بالإمكان الأخص، بالإمكان بالحق إمكان الأخص. هلا نطبق هذه. إذا كان ذات الإنسان تقتضي الكتابة، إذا ماذا؟ هي ضرورة ذاتية. طيب الآن لم ألحظ به فيه الكتابة، ولم ألحظ فيه ماذا؟ وقت معين. إذا لا نثبت وحدة ولا واحدة من الضرورات، يعني أن هنا نقول لا ذات الموضوع تقتضي ثبوت المحمول، ولا هنا ماذا قلنا؟ ثبوت المحمول ما دام الموضوع متصفا، ولا الموضوع متصفا متصف ولا الموضوع متصف بهذا الوصف، ولا مؤقت بتوقيت معين. يعني ثبوت المحمول للموضوع لم يلحظ فيه ماذا؟ صفة معينة. يعني لو قلت مثلا الكاتب، نعم لو قلت الكاتب، مثلا قلت الكاتب كاتب بالضرورة، الكاتب كاتب بالضرورة، هنا نقول ماذا؟ ما دام كاتبا متصفا بالكتابة، أو الكاتب متحرك الأصابع بالضرورة.
ضرورة الكتابة بثبوت الكتابة له وصفية الكتابة ثبوت الموضوع المحمول ما دام متصلا به هناك. لما هنا أقول الإنسان كاتب لا ذات متقضي ولا أن ألاحظ لم ألاحظ فيه ماذا؟ لم ألاحظ فيه صفة الكتابة أو صفة معينة حتى تثبت الكتابة له ولا ألاحظ توقيته بوقت معين لم يوقت بوقت معين لم ألاحظ في أي واحد خلاف ماذا؟ اختلاف لحاضي إن مرة ألاحظ فيه صفة معينة وواضح أن هذا ليس ذاتيا محمول صحيح؟ لكن قد يكون ماذا؟ وصفيا قد يكون مؤقتا أو وقتيا قد لا يكون مؤقتا إذا قلنا نعم الوقتية بحسب ماذا؟ حركة الأصابع أنه هو يكتب مثلا الكاتب متحرك الأصابع ما دام يكتب ما دام كاتبا وهذه ممكن تلاحظها وصفية وأن تلاحظها وقتية وصفية بحسب ما يتصل به الموضوع بغض النظر عن الوقت وممكن تلاحظها وقتية أنه ما دام يحرك إذا توقف بعد ماذا لا يحرك أصابعه وبعد لا يحمل عليه الموضوع هنا يكون يبقى كاتبا بالوصفية ولا يبقى كاتبا بالوقتية يبقى كاتبا بمعنى أنه عنده قوة الكتابة لكن هنا لم ألاحظ في الإنسان ماذا؟ لا إنسان كاتب لما أقول بالإمكان الأخص متى ما قلت هذا؟ يعني ماذا لا تريد؟ لا ضرورة ثبوت لذات الموضوع ولا الوصفية ثبوت ما دام متصفا بهذه الصفة ولا ثبوت محمول ما دام ماذا مؤقتا بهذا بوقت معين هذا يسمى بالإمكان الأخص الإمكان الرابع الإمكان الاستقبالي عبارة عن سلب الضرورة الثلاث يعني الذاتية الوصفية الوقتية بالإضافة أو زائد سلب ضرورة بشرط المحمول نحو زيد كاتب غدا بالإمكان طيب نطبق الضرورات الثلاث ناتي الى ضرورات بشرط المحمول بحسب الضرورات الثلاث صار واضحا هنا لا زيد تقتضي ذاته ماذا الكتابه جيد بما انه غدا لا يتصف الان زيد كاتب غدا والان لا يتصف بهذه الصفه ضروره ماذا هذا واضح جدا هنا ضروره ماذا؟ عدم سلب ضرورة ماذا؟ الوصفية لا يتصل وأيضا ماذا وقتية؟ يقول لي غدا والآن لا يتصل بها يعني ليست ثابتة له الآن هذه ليست ثابتة وقتية حتى نقول ماذا؟ ثابت نعم ثابتة المحمول زيد كاتب نقول زيد كاتب حمل على زيد غدا يعني الآن لا يحمل عليه الآن لا يحمل عليه حتى يكون مؤقت بوقت معين إذا سلب الضرورة الثلاث هنا ماذا؟ واضح يبقى سلب ضرورته ماذا؟ بشرط المحمول ماذا تعني؟ تذكر فقط عندنا سابقا قلنا الممكن محفوف بضرورتين ضرورة سابقة أحسن
وضرورة لاحقة وبالسابقة من قبل العلة، هذا ليس لنا عملا بها. هنا يقول اللاحقة قلنا هناك بشرط محمول، يعني ثبوت المحمول للموضوع ما دام الموضوع موجودا، يعني ثبوت عندما قلنا ضرب الإنسان موجود ما دام الإنسان موجود ما دام موجودا، يعني بعد وجوده أيضا هذه الضرورة تبقى ضرورة ثبت له من قبل ماذا العلة، هذه الضرورة أيضا ماذا ثابتة له ما دام موجودا، الموضوع ما دام الموضوع موجودا ثابتة له. وهنا يقول ماذا أيضا سلب الضرورة بشرط المحمول عندما يقول أصلا غدا، عندما يقول غدا يعني أصلا ضرورة هذه بضرورة المحمول يعني ماذا كاتب ثابت للموضوع لسيد بضرورة المحمول أيضا إذا لم يثبت الآن حتى بضرورة العلة، يعني حتى بضرورة ذاتية لم تثبت، حتى يثبت ماذا إلى الآن ليس بكاتب، حتى نقول ماذا أن ضرورة المحمول أيضا ماذا ثابتة له. نعم لو قلت زيد كاتب ثبتت له الكتابة، الآن هو يقول زيد الكاتب كاتب ما دام ماذا كاتبا بضرورة ماذا المحمول، إلى الآن ليس بكاتب حتى نقول بضرورة المحمول سلبا بانتفاء المحمول. إذا بمعنى أن لنفي بيان نفي ضرورة ذات الموضوع لا تقتضي المحمول حتى تثبت الضرورة الذاتية، ولم يتصف بصفة معينة حتى يثبت المحمول بالضرورة الوصفية، ولم يلحظ وما دام المحمول لم يثبت للموضوع لم يلحظ فيه، يعني في الموضوع وقت معين حتى يحمل عليه المحمول، ولم يثبت المحمول للموضوع إلى الآن حتى تثبت الضرورة بشرط المحمول، يعني السالبة بانتفاء المحمول. حتى نقول هكذا، حتى نقول أن ضرورة بشرط المحمول لا بد أن يكون المحمول موجودا، يتصف المحمول لا بد أن يحمل المحمول فعلا، لا بد أن يكون، يعني نحن قلنا الضرورة بشرط المحمول تأتي بعد الضرورة من قبل العلة، إلى الآن العلة تامة لم تتحقق حتى يكون كاتبا، وبالتالي الثانية اللاحقة متوقفة على الأولى، ولم يثبت إلى الآن الموضوع المحمول حتى يتصف بكونه ماذا ما دام ثابتا، موضوع ما دام ثابتا، وبالتالي الضرورة بشرط المحمول غير موجودة، أولا لأن ماذا متوقفة على الضرورة الأولى، الضرورة الأولى غير موجودة، إذا الضرورة الثانية غير موجودة. وهذا بالنسبة إلى الإمكان الاستقبالي.
الإمكان الخامس الإمكان الوقوعي. جيد. سلب عبارة عن سلب الضرورة عن أو سلب الامتناع. الامتناع عن الطرف الموافق. يعني ماذا؟ ما الفرق بينه وبين الإمكان بالمعنى الإمكان العام؟ الإمكان العام هناك سلبه. ماذا قلنا الإمكان العام؟ سلبه. سلب الضرورة عن الطرف المخالف. جيد. الآن الإنسان موجود. موجودة. نقول هكذا بالإمكان. لاحظ. الإنسان موجود بالإمكان الخاص سلب الضرورة. الإنسان موجود بالإمكان العام سلب ضرورة امتناع. الإنسان موجود بالإمكان الوقوعي سلب ضرورة امتناع عن الطرف الموافق. الآن الطرف الموافق ما هو؟ نقول في الإمكان العام نقول هكذا بالإمكان العام سلب ضرورة العدم. كيف؟ الآن هذا الإمكان العام، الإمكان الخاص سلب ضرورة عن طرف المخالف. الآن سلب الامتناع الطرف الموافق ما هو؟ موجود. سلب الامتناع يعني لا يمتنع وجوده، يعني ماذا؟ لا يلزم من بعد ثبوت، طبعا هذا متى؟ بعد ثبوت امكان الذات والامكان العام. لا الان نقول موجود لا، يعني ماذا؟ العدم ليس ضروريا، العدم ليس ضروريا له، لكن هل يلزم من تحققه من وقوعه؟ الى الان الامكان ذات وامكان عام، لكن هل يلزم من وقوعه محال؟ اولا كنا نلحظه ماذا بالنسبه الى ضروره اخرى، بالنسبه الى امر اخر ذاتي، يعني نسب الضروره في ذاته ولا يقتضي وجودا ولا عدما، وعندنا نصف بانه موجود بالامكان الان، يعني ماذا؟ العدم ليس ضروريا له، العدم ليس ضروريا بالملازمه، يعني ماذا العدم ليس ضروريا بالملازمه؟ لا يمتنع وجوده، صحيح؟ انما نقول هكذا العدم ليس ضروريا له، يعني ماذا؟ يمتنع وجوده؟ لا يمتنع بالملازمه، ماذا؟ لا يمتنع وجوده، وبالتالي لا يمتنع وجوده. هذا عندما نقول هنا سلب الامتناع عن طرف الموافق، يعني موجود لا يمتنع وجوده، يعني لا يلزم من فرض وجوده وقوعا. وقوعا الآن سابق هنا نتكلم ماذا؟ بغض النظر عنه وقوعا، بغض النظر عنه وقوعا، لكن الآن وقوعا إذا وقع وحصل هل يلزم من وجوده محال أو لا يلزم؟ فيه بالنسبة إلى نفي الضرورة عن طرف المخالف، هناك ماذا؟ نفينا ضرورة العدم، يعني ماذا؟ العدم ليس ضروريا له فقط. لازم كون العدم ليس ضروريا له أن لا يمتنع وجوده، أن لا يمتنع وجوده. حتى يتضح أكثر، ده وقت مشكلة. الإنسان معدوم بالإمكان. أو ممكن العدم إذا أردت، الإنسان معلوم بالإمكان، جيد.
تستطيع أن تقول أن هذا الإمكان هو وقوعي؟ بإمكان العمل نسلب ضرورة الوجود، سلبنا ضرورة الوجود، صحيح؟ الآن سلب الامتناع عن الطرف الموافق يعني ماذا؟ الطرف الموافق هو المعدوم؟ سلب الامتناع، الامتناع يعني ماذا؟ لا يمتنع، أحسن انعدامه، لا يمتنع انعدامه، وهو ماذا؟ نتيجة التزامية لسلب ضرورات المخالفة، هذا هو معنى وقوعا لا يلزم من فرض انعدامه محال. هل يلزم فرض انعدام الإنسان محال؟ قد يلزم بالنسبة إلى واجب، يلزم بالنسبة إلى واجب أن فرض عدمه ماذا؟ محال، وقوعا غير ممكن. تقول الإنسان طيب الواجب ممكن، ممكن الوجود بالإمكان العام، أحسن بالإمكان العام يعني ماذا؟ سلب ضرورة العدم أو سلب الامتناع، هنا لا يمتنع ماذا؟ وجوده، طب لا يمتنع وجوده يعني ماذا؟ عدم وقوعا يلزم من فرض عدمه، من فرض وجوده محال، ولا يلزم من فرض وجوده، هذا هو معنى الوقوع. وقوعا ماذا؟ لا يلزم، اذا اردت ان توضحه اي لا يلزم من فرض، اي لا يلزم من فرض وجوده محال بعد ان سلبت منه احدى الضرورتين المخالفة. بعد سلب الضرورة المخالفة الآن وقوعا نريد واقعا في نفس الأمر الواقع، ممكن أو لا يمكن؟ يلزم من تحققه العدم سواء من ناحية من تحققه المحال سواء من ناحية العدم أو من ناحية ماذا؟ الوجود، كلا الطرفين إذا فرضت عدمه يلزم منه محال، هذا هو بعد أن سلبنا ضرورة الوجود. إذا عدمنا يلزم محال أو لا يلزم محال؟ لا يلزم محال، وإذا كان ذلك في طرف الوجود. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين.